النهارده كويس جدا، حلو جدا، وكويس انك بتلاقي شباب طالعين لسه وعاملين بان بيشجعوا مزيكا حلوه. بصراحه اول مره احضر عرض زي ده. عجبني جدا كل عيله لوحدها بتعزف والباقيين بيعملوا ريتم قليل عشان هي تبان، فكانت حاجه حلوه قوي. عجبني جدا العزف بتاع الساكسفون، كان مايكل بيعزف هايل النهارده. العرض رائع، وانا شفت كمان العزف المنفرد كان رائع جدا، وهم عندهم تناغم حلو بآلات النفخ او الآلات الوترية. عجبني اليوم وعجبني الأداء، حاجات كتير قوي، الدرامز مع الساكسفون. ان شاء الله باذن الله هتابع شباك الفن، وبشكر شبكة تن انها بتستضيف عرض زي ده كل اسبوع يوم الخميس.